اسلام الشبرا عضو بحركه شباب 6 ابريل. طيب هو النهارده احنا عاملين فعاليه بمناسبه حظر الحركه طبعا، وده جزء من مجموعه القوانين اللي عماله تصدر من بعد 30 يونيو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللي موجود على الساحه السياسيه كمجمل وعلى وضع عام في على المستوى السياسي في مصر، ان كل يوم قوانين بتصدر احنا مش عارفين هي اصدرت بناء على ايه وعلى كلامنا كله. فبالتالي احنا النهارده هنقوم بمجموعه من الفعاليات، كان بدايتها النهارده بنرفض طبعا القانون بتاع حظر الحركه، والفعاليات بتاعتنا مستمره كفعاليات سلميه ضد قوانين التظاهر وضد قانون حظر حركه شباب 6 ابريل. شكرا. والله احكام الاعدام اكتر من حد على عليها، وده طبعا بالتالي انا لسه كنت لسه بتكلم برضه نفس النقطه، ان هو مجموعه القوانين والاحكام اللي عماله تصدر الفتره اللي فاتت احنا مش عارفين هي بتصدر بناء على ايه او باي اتجاه او باي اسلوب، محدش قادر ان هو يحدد بلد رايحه لفين. واحنا مستمرين برضه في تظاهراتنا السلميه ضد قوانين التظاهر وضد حركه ضد الحظر بتاع الحركه اللي هم برضه، وما زال النظام مستمر برضه على نفس المنوال اللي هو بيحاول ان هو يشوه الحركه بكل الطرق وبكل السياسات في الميديا في كل حاجه. يعني ما عندناش تعليق اكتر من كده نقدر نقوله. شكرا شكرا. والله يا 6 ابريل مستمره في الشارع، 6 ابريل زي ما هي، ما فيش تغير في حاجه بالنسبه لها، الحظر او غير حظر احنا مستمرين، احنا نظامنا سلمي، نازلين في الشارع نرفض الانتهاكات ونرفض كل ما يدور على الساحه السياسيه من ظلم ومن فساد ومن قمع، فما زلنا مستمرين في الشارع يعني ما عندناش تعليق على حاجه. شكرا. النهارده كانت فعاليه لحركه شباب 6 ابريل والمتضامنين مع الحركه. الفعاليه جاءت للرد على قرار حظر حركه شباب 6 ابريل. شباب 6 ابريل شايفين ان القرار قرار سياسي من الدرجه الاولى، القضاء كله مسيس. ردنا في الشارع على القرار ده زي ما حضرتك ما شفت دلوقتي، ردنا بالسخريه وبالاستهزاء من هذا القرار. الاهم من ده ان احنا مستمرين في المقاومه السلميه ضد النظام، مستمرين في المقاومه ضد اجهزه الامن والفساد. شباب 6 ابريل متعودين من سنه 2008 وهم بيتم تخوينهم وهم بيتم تكفيرهم، ودلوقتي بيتم حظرهم، حظر انشطتهم، وبيتم ان هم بيقولوا عليهم ارهابيين. انا تعليقي على الحكم، هو قال ان الحكم حيثيات الحكم اللي احنا خدنا فلوس من الدول الغربيه، استعنا باسرائيل واستعنا بايران في نفس ذات الوقت مش عارف ازاي. احنا ردنا على كل ده ان احنا مستمرين في الشارع، مستمرين ضد النظام، مستمرين ضد اجهزه الامن المره الثانيه. مش هنيأس، مفيش حاجة هتهتنا. بس النهاردة منظم الوقفة دي النهاردة تحديدا مجموعات القوى الثورية كلها بمشاركة طبعا جماعة 6 ابريل احتجاجا على قرار محكمة القاهرة بحظر نشاط الحركة. مطلبنا طبعا مطلبنا واضح وصريح، احنا بنرفض هذا الحكم حكم بشكل كامل، لان الحكم السياسي من الدرجة الاولى. والله ده ممكن يحصل، يعني فكرة ان هما في الاخر حتى لو هما مختلفين شوية ايديولوجيا ف ممكن حاجة زي دي فعلا توحد صفهم تاني. أنا اسمي أحمد عبد الودود، متضامن مع حركة يعني، وضد أنا مش من حركة بس متضامن معاها يعني. أنا ضد حظر حركة، لأن ده الحظر ده للأسف بيرجعنا للدولة القمعية الأمنية بتاعت مبارك. للأسف النظام اللي جاي نظام هو نظام مبارك بس بتحسينات جديدة وابتعادات جديدة، لازم نواجه هذا النظام القمعي اللي هيجي.